أنا أريد أسأل حضرتك كبداية، اليوم التصميم الداخلي هل هو انعكاس لشخصية العميل أم لشخصية مصمم الديكور؟ هذه نقطة مهمة وسؤال مهم. هو أنا أحرص على أنه هو يكون انعكاس للعميل. ليش؟ لأنه هو راح يعيش بي أطول فترة ممكنة، فأني حابة يكون هذا المكان مينمل مو فترة زمنية. لو كان على ذوقي الصريح راح يمل، لأنه أني يعني نشأت، كل شخص النشأة ما تتؤثر بذوقه فيختلف من شخص لآخر. أنا بهاي الحالة شو أسوي؟ أخصص النمط اللي المناسب لشخصيته وأبدي أخلي الأمور الصحيحة. فإحنا ناش راح نسوي؟ راح نسوي ميكس بين الاختيارات الصح والنمط اللي لائم العميل أو الزبون. لأنه ممكن في بعض الأحيان، يعني إحنا تحدثنا بالكواليس، هناك بعض الشخصيات أو بعض الأذواق اللي تكون هي صعبة نوعا ما. فممكن أنه لما تصممين شيء معين راح يقول أنه أنا لا هذا ما أحبه أو ما طلع مثل اللي ببالي. فاليوم كيف تتعاملين مع العميل بهذه الطريقة؟ يعني اليوم هل ممكن أن يكون معك بخطوة بخطوة أو ممكن أنه تشوفي على شكل الورق كيف ممكن أن شكل النهائي حتى يوافق أو لا؟ لا، أنا بالبداية أحدد أهدافه، أخليه يشرح لي أهدافه شنو، ذوقه شنو، نمطه شنو. بالآخر من راح أجمع هاي التفاصيل راح أخليه يكون وياي ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. نحن هيك راح نسوي، راح يكون هذا الشكل النهائي. في حال أنت اختاريت شيء مثلا، مرات أنا ليش أحدد النمط؟ لأن تحديد النمط مهم جدا، وراح يبقى وياي الآخر لحظة بالتصميم. فأقول له من نختار هذا بعد الأشياء اللي أنت حبيتها شفناها في شركة الفلانية ما ترهم، فيكون ستيب باي ستيب وياي خطوة بخطوة بحيث يحصل على نتيجة تتماشى ويا ذوقه وبنفس الوقت هي ما بها أخطاء. جيد، إذن يعني ممكن أنه يتم الدراسة النفسية للعميل قبل ما نبلش بالشغل، لأن حتى نعرف شنو يحب وشنو يكره. أنا أريد أسأل حضرتك أيضا، اليوم طبعا بحكم غلاء الأسعار بالنسبة للمنازل أو لقطع الأراضي، فبالتالي صار أغلب العراقيين ممكن أن يسكنون بمساحات صغيرة من 50 متر وممكن في بعض الأحيان أقل وأنتي وصاعدة. فاليوم كيف ممكن أنه إحنا أو حضرتك كمصممة ديكور قدر المستطاع تصممين كديكورات إذا كانت لغرفة المعيشة أو لغرفة النوم أو حتى للمطبخ، لكن تكون هذه قدر المستطاع أنه تنطينا مساحة حتى وإن كان بالخدعة البصرية مساحة كبيرة تخدعنا أنه المكان هو كبير؟ لأنه اليوم تعرفين الأذواق تختلف، في بعض الأحيان ممكن أنه إحنا نفوت مكان وإن كان مساحته جدا كبيرة لكن الألوان الغامقة ممكن تعطينا كتمة، فبالتالي كيف أنه أنت تراهمين هذا؟ اللون الغامق بالعادة هو يقرب المشهد. يعني لو سويت أنا مثلا عندي ممر طويل وعندي أريد أقصر منه فأخليه له بالنهاية فدلون كلش قوي بالجدار فتقرب. فإحنا شنقول للمساحات الصغيرة؟ نبتعد عن الألوان القوية والفاقعة، نختار درجات الأبيض أو درجات الأوف وايت. هذه أهم نقطة لوسعة المساحة. جيد. ثانيا، من الخدع اللي نختارها دائما هي المرايا. جدا تعطي انعكاس وكبر للمكان. فعلا. النقطة رقم 2. الاختيار الثالث اللي هو أهم شيء هو اختيار قطع الأثاث اللي تتوافق وتتماشى مع المساحة المتوفرة. يعني أنا مثلا لو مساحتي صغيرة جبت قنفات ضخمة بس لأنه عجبتني، هنا أنا راح أخنق. لأنه بالعادة إحنا عندنا يعني امتدادات معينة وأرقام هذه تحسب يلا يعني تتخلى بالمكان. صح. لكن هي المشكلة إنه إذا كان العميل ممكن إنه عندهم أطفال، فاليوم يعني الألوان الفاتحة أكيد ما راح تخدمهم. فاليوم كيف إحنا نوازن، يعني وإن كان البعض ممكن ما عنده هذه الإمكانية المادية حتى يستعين بمصمم ديكور، كيف ممكن إنه إحنا نساعده بالنصائح؟ مثلاً بالنسبة للجدران نقول له مثلاً لا تروح للدرجات الأبيض، خليك بدرجات الأوف وايت اللي هي قابلة، عندنا أصبغ هواية قابلة للتنظيف شيء. اللي هي تخدم حتى بها فقرات إنه مال أطفال، تعرفين الخدش وهاي كلها تتعالج بتنمسح تتنظف، فهذه تخدم العميل أكيد بأسعار أعلى من السعر الموجود المتعودين إحنا عليه. الفقرة الثانية مثلا للمساحات الصغيرة أنا مرات أفضل الكورنر اللي هو المتعارف عليه سابقا بالديوان. أي. اللي يكون يعني يشغل زاوية معينة، فهذه الزاوية تطيني شوية وسع أكثر بألوان مثلا النيلي الرصاص الغامق، هاي الألوان القابلة للتنظيف، مع أهم نقطة اختيار القماش المناسب القابل للتنظيف. أكيد كل ما كان القماش أحسن كل ما كان الكوست أعلى.
فعلا. أي.